بسرعة هاخدكم بقى من افتتاح الجامعة لمبادرة ابدأ اللي موجودة كانت بقوة أثناء الافتتاحات امبارح. أيضا كان في فيلم تسجيلي عن مشروعات مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة المصرية بجانب عدد من المشروعات اللي ساعدت عدد من المستثمرين أنهم يحققوا أهدافهم. كان في داخل سياق الفيلم أيضا إشادات أو آراء عدد من العمال والمستثمرين حول المساعدات اللي وفرتها مبادرة ابدأ لمشروعاتهم. على تليفون متشرفين بدكتور محمد صلاح المدير التنفيذي لشركة ECC لمستحضرات التجميل وهي إحدى الشركات المستفيدة من مبادرة ابدأ. دكتور محمد مساء الخير على حضرتك. أهلا وسهلا فندم مساء الفل. أهلا وسهلا ازي حضرتك. دكتور محمد، يعني مبادرة ابدأ بدأت من فترة قصيرة، لكن من أول ما بدأت وإحنا عارفين أنه كان في تواصل مع حضراتكم، كان في تواصل مع شركات على مدار شهور فاتت حتى قبل الإعلان عن المبادرة. قولنا إزاي حضرتك بتعرف نفسك أو بتصنف نفسك أنك استفدت من هذه المبادرة، وإحنا تحديدا المجتمع كله منحاز جدا لرجال الصناعة في الوقت الحالي. طيب احنا انا كنت دايما يعني بقول دايما على يعني على ابدا بقول لهم انتوا اللي دورتوا علينا، احنا ما دورناش عليكم. انتوا حقيقه انتوا اللي دورتوا علينا وشفتوا فعلا ايه كان عندنا مشاكل ايه، لان احنا كان يعني احنا خلي بالك من اكثر المشاكل اللي موجوده دلوقتي حالا في مصر هي حاجات ليها علاقه بالقوانين ومدى تطور القوانين وتطورها مع حركه السوق نفسه. عارف حضرتك الاسواق كلها بتتطور بسرعه، فمصر تطور القوانين فيها مش متماشي مع تطور السوق. الحقيقه ان ابدا هم زي ما قلنا حتى امبارح قدام سياده الرئيس، هم عاملين زي شورت كات كده، يعني زي حاجه مختصره كده بتقدر تحل مشاكل كتير، ويعني الحقيقه هم حلوا لنا مشاكل على الارض بسرعه شديده جدا في وقت قليل جدا يعني. يعني فكره انه المبادره، هو في مؤسسات كتير فعلا في مصر بتشتغل لدعم الصناعه، لكن وكانك عندك الوكيل المساعد اللي بيسرع الاجراءات واللي بيسهل كتير من التفاصيل ما بين هذه المؤسسات. انا فاهمه مظبوط؟ هم حضرتك عاملين زي الراعي الشخصي بالظبط، يعني هم حقيقه بيسمعوا. هم الميزه فيهم ان هم كلهم شباب وشباب واعد يعني، وناس متحمسه بيفهموا جدا جدا. الحقيقه هم كمان بيحلوا على الارض، يعني هو بيفهم المشكله ايه بيفضل وراها لحد ما يحل، يقدر يوصلك بمسؤول معين اللي عنده المشكله دي، بيتكلم طب انا الحاجه دي تتحل ازاي، هو بيساعد، هو وجوده على الارض مؤثر جدا الحقيقه. دكتور محمد، كمان عايز اسال حضرتك بمناسبه افتتاح المنصوره الجديده، هل في تواجد لشركه حضرتك في المنصوره؟ هل في رؤيه مستقبليه؟ احنا فندم احنا المصنع عندنا موجود في المنطقه الصناعيه في جمصه. المنطقه الصناعيه في جمصه دي هي دي المنطقه الصناعيه الخاصه بالمنصوره الجديده. واحنا كنا موجودين الحقيقه من 2015، واحنا شغالين في مجال التصنيع مستحضرات العنايه الشخصيه ومستحضرات التجميل. يعني كان في سؤال كده يعني في بالي طول الوقت، مدينه المنصوره الجديده مدى اقترابها او ابتعادها من المنصوره، اقترابها او ابتعادها من مجمعات صناعيه؟ قول لنا كده على الارض شكل العلاقه ما بين مدينه المنصوره الجديده وفرص عمل في مجال الصناعه تحديدا قد ايه. هي 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 طبعا ما شاء الله المنصوره الجديده هي طبعا نقله في يعني هي فعلا مدينه من الجيل الرابع حقيقه، فعلا حاجه فعلا على الارض تفرح، حاجه حلوه فعلا. هي الميزه ان هي مش يعني هي بعيده عن المنصوره اللي هي القديمه بقى، يعني حوالي 45 دقيقه بالعربيه، فهي قريبه برضو من المنصوره اللي هي القديمه اللي هي تعتبر العاصمه بقى نفسها او عاصمه الدقهليه يعني. الحاجة الثانية هي المنصورة الجديدة هي على بعد 10 دقائق بالظبط، يعني احنا زي ما بنقول نعدي الشارع بنبقى الناحية الثانية من المنطقة الصناعية في جمصة. المنطقة الصناعية في جمصة هي منطقة بقى لها حوالي أكثر من 20 سنة، فهي منطقة يعني موجودة من زمان، خدماتها موجودة في كل حاجة. وده بالعكس احنا كمان مبسوطين إن المنصورة الجديدة لما يعني بتعملت هتنشط جدا جدا اللي هي المنطقة الصناعية في جمصة، وبالعكس لأن هيبقى عندنا فعلا فرص عمل كتيره جدا، مصانع الحمد لله كتيره بتفتح في المنطقه الصناعيه وبقت موجوده بقوه يعني، فان شاء الله هتوجد فرص عمل كتيره جدا برضو في المنطقه دي. بشكرك، شكرا جزيلا دكتور محمد صلاح. شكرا، وان شاء الله يا رب مصر احسن يا رب باذن الله ان شاء الله. يا رب يا رب طول الوقت املنا فيكم بقى. دكتور محمد صلاح مدير تنفيذي. وبشكر ابنك. اتفضل. دكتور محمد صلاح مدير تنفيذي الشركة المصرية لمستحضرات التجميل إحدى الشركات المستفيدة من مبادرة ابدأ. بذكر الحديث عن الدعم اللي بتقدمه المبادرة، كان في ناس بتتلخبط، يعني أنا بشكل شخصي لازم أشهد هنا لهذه المبادرة إنه هي مبادرة وليدة، إحنا بقالنا أقل من شهر تحديدا بنتكلم عن إطلاق مبادرة ابدأ، لكن
أنا شخصياً لجأت لهم في حالة أحد أصحاب المصانع اللي كان عنده تفاصيل من التعثر من البيروقراطية السخيفة اللي كان بيتعرض ليها، وتم التعامل بسرعة وتيسير على هذا الرجل أنه يحصل على تراخيصه وأنه يتحرك في أوراقه. أنا شخصياً انبهرت من السرعة ومن الجاهزية للتعامل مع هذه المواقف. عشان كده لو أي حد بيسمعنا النهاردة من أصحاب المصانع، وأنا عارفة أنه أوجاعهم كتيرة بسبب التحديات العالمية وبسبب كتير من التفاصيل اللي بسببها كونت مبادرة ابدأ، اللجوء لهذه المبادرة تجربة تستحق المحاولة. لو عندك أي حاجة متعطلة، مبادرة ابدأ أعتقد أنها يد فاعلة زي ما دكتور محمد صلاح كان بيقول، وكأنها وكيل شخصي لأصحاب المصانع.